حضرتك عاوز الحق ولا ابن عمه؟ لو عايز ابن عمه فحضرتك ما ينفعش تكمل معاه الفيديو ده. خلصت يعني، طلعت بره الفيديو. الناس اللي كملت متأكدين يا جماعة؟ بص يا برو، مفيش حاجة اسمها منتخب الجزائر مرشح للفوز بقوة أمام المنتخب الكاميروني، لأن بص موضوع الترشيحات ده بيبقى ليه شوية هبدات حلوة، اللي هو يقول لك مواجهات الفريقين السابقة، كيف انتهت المواجهات السابقة بين الفريقين، والحتة دي هتزعل اخواننا الجزائريين، لأن الأغلبية الكاسحة في الانتصارات كانت لمنتخب الكاميرون. طب نقعد نتكلم على الماتشات الأخيرة للفرق. والله المنتخب الجزائري تعرض لهزة كبيرة جدا، وهي الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2021 اللي اتلعبت 2022. هتقول لي هزة إيه؟ المنتخب الجزائري بتهزش، المنتخب الجزائري أسود. ما هو الكلام ده اللي بيتقال على يوتيوب عشان خاطر نلم لايكات، ما لو قلنا غير كده مش هنلم لايكات. لو قلت لك ان اي فرقه في عالم كره القدم تطلع بالشكل ده لازم تتهز ومدربها يتهز، هتزعل مني، بس هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. المنتخب الجزائري زي اي منتخب في العالم، الفرقه كان عندها سوء حظ غير طبيعي في المنتخب الجزائري واجه سوء حظ، طبعا كان سوء حظ غير طبيعي، والمنتخب الجزائري لو كان محظوظ كان راح لبعيد في كاس الامم الافريقيه، والمنتخب الجزائري واجه صعوبه في ملعب جابوما، فالكاميرون قررت اللي تكسبه العب، تعرف تكسب على ملعب جابوما، وهنعرف نكسب المنتخب الجزائري نختار ملعب جابوما، اختاروا ملعب جابوما علشان خاطر عارفين المنتخب الجزائري من الفرق اللي بتتنافس بسرعه، ومن الفرق اللي اعلامها بيروش الدنيا بسرعه، يعني الاعلام الجزائري والجمهور الجزائري لو قلت اي كلمه عن المنتخب الجزائري هتلاقي ان هم خلاص بقى الموضوع بقى عصبيه، والموضوع لازم نخش الخناقه دي، اللي هو يا جماعه في حد بيستفزك، لا 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 ما ينفعش، ده بيغلط فيا. فدي لعبه بتتلعب بره الملعب، وعلى فكره لعبه عاديه جدا ولعبه بيلعبها كل الناس مع بعض، بس المشكله ان احنا بنواجه شويه مشاكل في الحاله دي، لان المنتخب الجزائري ما بيلعبش الالعاب القذره دي معانا، فالمنتخب الجزائري قاعد في ركن بعيد، ركن المثاليه، ولسه ما جاش معانا الالعاب الذهنيه اللي قبل الماتشات دي. هتقولي سامو لقيته مرعوب من المنتخب الجزائري، هقول لك سامو لقيته عايز يقلب الكوره في الكاميرون لعزبه، يعني يجيب صحابه ويمسكهم المنتخب الكاميروني. كونسيساو ما عرفش يمشيه، جابها له من الرئيس وقرر انه يمشيه ويجيب سونج. سونج مدرب فاشل، مدرب فاشل بامتياز، بس راح جاب سونج. هتقول لي الراجل برضه مرعوب من الجزائر، اقول لك ما احنا لو حطينا رهبه من المنتخب الجزائري هنقول ان هو كان مرعوب من افضل نسخه لمنتخب افريقي في 3 سنين، وهي منتخب الجزائر، لان منتخب الجزائر برضه عايز تتكلم شهاده لله وكلام في انصاف للفرقه دي، الفرقه دي قدمت كوره في افريقيا ما حدش كان بيقدر يقدمها. كوره تيكي تاكا من لمسه واحده، اهداف كتير، منتخب ما بيشبعش بلغه الكوره، يعني جاب فيك الثاني والثالث عايز يجيب الرابع والخامس والسادس ويعمل عليك فرحه. فالمنتخب الجزائري قدم نسخه عظيمه جدا في عالم كره القدم. النسخه دي قبل كاس الامم تخاف منها جدا، انما بعد كاس الامم الموضوع اختلف تماما، لان احنا دلوقتي بقينا في حاله صراع نفسي شويه مع المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري دي اخر فرصه للعيبه كتير ان هم يلعبوا كاس عالم، وتقريبا دي اخر فرصه للجيل كله مع بعض ان هو يلعب كاس عالم، فانت دلوقتي بتلعب على حته ان انت تشتغل صراعات نفسيه من بره كتير، هم عمالين يشتغلوا صراعات نفسيه من بره كتير، وهنا اخواننا الجزائريين بيواجهوا شويه مشاكل، وهي ان اغلب الناس اللي بتتكلم بتقول المنتخب الجزائري بنسبه 200% هيكسب الماتش. ليه بقى؟ مش شغل لايكات وشغل كومنتات وشغل كلام فاضي من ده، بس مفيش حاجه في الكوره اسمها كده، طبعا مفيش حاجه في الكوره اسمها كده، في حاجه في الكوره اسمها حاله اللعيب جوه الملعب. لو هنتكلم كتاريخ فهم للاسف الشديد مواجهات تاريخيه هم كانوا بيكسبوا المنتخب الجزائري، ده بالنسبه للناس اللي لسه متابعه الكوره اول امبارح بالليل. مواجهاتك مع الكاميرون ما كانتش مواجهات واو، الكاميرون اغلبها كان بيطلع كسبان، فمنتخب الجزائر ما كانش بيعمل نتائج ايجابيه كتير مع منتخب الكاميرون تخليك اللي هو الكاميرون هتلاعب الجزائر، لا الجزائر هتحط عليهم، ده الجزائر كانت بتكسبهم من 5 سنين، الجزائر كانت بتكسبهم من 7 سنين، ودي مشكله برضو بيعاني فيها اخواننا الجزائريين معانا شويه، لما نقعد نتكلم معاهم اللي هو يا جماعه مش كل الكلام ينفع يتقال، يعني ما ينفعش يتقال المنتخب الجزائري اول ما مع الكاميرون هيكسب الكاميرون ويحط على الكاميرون سكور. اللي بيقول لك كده بيشتغلك، واللي بيقول لك كده يعني مش هقول لك الحقيقه كامله، وايه هي الحقيقه كامله؟ الحقيقه كامله ان فرقتك شغلتها الوحيده ان هي تطلع كسبانه الماتش ده ان هي تركز جوه الملعب، انما الكلام والصراعات الاعلاميه زي ما كنا بنتكلم من شويه مش هتعرف تكسبها مع المنتخب الكاميروني، انت مالكش في اللعبه دي، فانت كل مشكلتك ايه؟ 90 دقيقه في الكاميرون وال 90 دقيقه في ملعبك، هم دول اللي تعرف تركز فيهم، هم دول اللي هتكسبهم، انما كاعلام وكاستفزازات وككلام وكايتو بيقول ايتو بيعيد اصل الحكام اصل 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 اصل، عمرك ما هتوصل كاس العالم، كاس العالم بايد لعيبه منتخب الجزائر، واي حد هيقول لك المنتخب الجزائري هيكسب النهارده هو كذب المرجمون لو صدقوا، مفيش حاجه في الكوره اسمها كده،
علشان كده دايما في ناس كتيره قوي بعد ماتش الكلاسيكو دخلت شتمتني على ان انا كنت بقول ان اوبا صفقه فاشله. يا جماعه هو انا كنت مغسل وده من جنه لما مؤاخذه يعني؟ قال لك لا 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 لا، اوبا هو اللي ناجح وانت اللي فاشل. ارقام اوبا كانت بتقول ان هو هيجي يفشل مع برشلونه، بس في حاجه اسمها حاله اللعيب. حاله اللعيب مع برشلونه المزاجيه والنفسيه اختلفت عن حالته مع ارسنال، فحاله اللعيب فرقت. يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده، محرز هيكسر الدنيا، بالرحمه اتظلم، اسحاق بالفضيل، هنتكلم على فيغولي، هنتكلم كل الكلام ده بيفرق في ال 90 دقيقه جوه الملعب. انت حالتك الذهنيه عامله ايه؟ واتمنى ان حاله اللعيبه في المنتخب الجزائري والمنتخب المصري والمنتخب المغربي والمنتخب التونسي تكون عاليه جدا جوه الملعب في الماتشين. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري، ونتمنى ان احنا نحط في الناس عقيده ان الفوز كويس جدا والهزيمه مش نهايه الدنيا، وبالعكس الهزيمه عادي مفيش اي مشكله، ممكن تتعرض ليها لا قدر الله. احتمالات الفوز والمكسب هتفضل دايما 50-50. انا راجل مصري ومقتنع ان منتخب بلدي ما عندوش غير 30% قدام المنتخب السنغالي. اتمنى ان انا اطلع غلط، اتمنى توقعاتي تكون غلط، واتمنى منتخب مصر يقدر يكسب السنغال، بس دي توقعاتي انا من بره. علشان ما تقوليش منتخب، انا عارف منتخب بلدي عامل ازاي، بس انا دلوقتي بتكلم على منتخب الجزائر واتكلم على منتخب الكاميرون. الموضوع 50-50، مفيش لعيبه عندها خبرات على اللعيبه، ومفيش لعيبه افضل من اللعيبه. لان الكاميرون لما دخل الكاس امم افريقيا 2017 كان في لعيبه كتير واسامي تقيله قوي زي جول ماتب رفضوا الانضمام للكاميرون. هل الكاميرون خرجت من الدور الاول؟ الكاميرون خدت البطوله وقتها على حساب المنتخب المصري في النهائي. فحته الثوابت دي نلغيها شويه، مفيش ثوابت في الكوره. المنتخب اللي انت بتقول عليه من بعيد وحش ممكن يجي في الملعب يعمل عليك مباراه عظيمه جدا، والمنتخب اللي انت مستهتر بيه ممكن يجي يحط عليك، والمنتخب اللي انت خايف منه ممكن انت تيجي في الملعب تركب المباراه 90 دقيقه رايح جاي. فبص، مفيش حاجه في الكوره اسمها ثوابت، كل حاجه معرض ليها. الفوز معرض ليه، الخساره معرض ليها، التعادل معرض ليها. فاحنا نقول ان شاء الله باذن الله خير، ويقدر لعيبه المنتخب الجزائري ان هم يطلعوا كسبان المباراه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو وما تنزلش تشوف في الكومنتات قول اللي انت عايزه. احنا الفتره دي فتره هبد صريح، فاحنا بنهبد وبنقول اللي احنا عايزين نقوله، قول برده اللي انت عايز تقوله.